بس تقول هل بتواحد ذكر رئيس اتحاد الكرة عدنان درجال وحمل المسؤولية واللي أكيد يتحمل جزء من هذا الفشل. عدنان درجال لو يتحدث والقريبين من عنده يعرفون كيف كان يدافع عدنان درجان عن العراق وعن حق العراق كان تتفاجئ الدنيا، ولذلك لن أفصح. يا طلابة جول كوريا والله العظيم اكتب نفسي وبخدك عشرك. كابتن ناس تبترت رجليها وطارت عيونها وذولاك وينهم؟ حتى رواتب يعيشون منها ويصونون كرامتهم بيها ما حد ينطيهم، وانا هنا ابد ما جاي اقلل من انجازك التاريخي على كوريا. مو لعك فور. بس جاي اوضح لك بانه انت هواي احسن من عندهم وامكانيتك الماديه زينه، ووزير سابق ورئيس اتحاد الكره الحالي ورشحت الانتخابات ورد تصير نائب، تحب نسجل لك جسر ابو طابقين وواحد من فناجين نصب الشهيد حتى تحس بالرضا. العراقي هو بيتي، ما بي منظف ولا بي طباخ، وماكو غير اني وابن اختي انا ينام وياي، هو اللي يوكلني واللي يشربني. ليش؟ ما عندي. وانا في قطر عايش ملك، كنت عندي خدم وعندي كل شيء وعندي الخير، حتى شركتي سدت في يعني قطر؟ شركتي في قطر الان شبه مسدوده انتهت. لانه ما متواصل؟ لان تركت كل شيء. كابتن عدنان اكو انسان عاقل يعوف شغله وتجارته، هو يجي يشتغل وزير. كابتن مو كنت بقطر عايش وشركاتك خير من الله، ولا حد يحاسبك اذا تخسر، ولا حد يقول لك اشوم ان فزت بالبطوله الفلانيه خليتها سكته، ولا بالك الجهود الاتحاد القطري، ولا قدمت الشكر والعرفان لراعي الشباب بالرياضه امير قطر مثل ما اغلب الرياضيين يسوون بالزمن الجميل. ايه وين رجعتونا؟ دعك بيك نهدي هذا الفوز لكل الشعب العراقي على رسم السيد الرئيس القائد صدام حسين والاستاذ الفاضل عدي صدام حسين وكل هذا الجمهور الكبير اللي حاضر على المباراه وكل الشعب العراقي. هسه اذا كان يهلل للرئيس صدام زاغور او يرقص للاستاذ الفاضل عدي منقنه، هاي قناعه الرجل. هسه الاستاذ محمد حنون واللي هو المتحدث الرسمي باسم وزاره التجاره مو كان باصم الصدام بدن؟ ها لباعش شلون بصمه ماته منوره باعش كبرها، وبما انه احنا بلد ديمقراطي فما حد يقدر يحاسبهم، حالهم من حال الاردن.